نفذ أهالي الأسرى والمعتقلين بالسجون الإسرائيلية عصر اليوم وقفة احتجاجية أمام الديوان الملكي، وذلك ضمن خطوات احتجاجية وتصعيدية جديدة يقوم بها أهالي الأسرى للفت النظر نحو قضية أبنائهم. هذا وقد واصل الأسرى إضرابهم لليوم 52 على التوالي بما بات يعرف بمعركة الأمعاء الخالية، وسط ظروف صحية وإنسانية أقل ما توصف بها أنها صعبة ولا إنسانية تمارس ضدهم من قبل سلطات مصلحة السجون الإسرائيلية. إذن يواصل أهالي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اعتصاماتهم واحتجاجاتهم في محاولة منهم لإيصال صوت أبنائهم المضربين عن الطعام، وذلك بالتنوع في أساليب احتجاجاتهم. المزيد حول فعاليتهم في التقرير التالي. حرارة صيف وقيض شمس عمان لم تثني أهالي الأسرى والمعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن الوقوف تحتها لإيصال صوت آهات وآلام أمعاء أبنائهم الذين ما بات بيدهم من سلاح سوى سلاح التجويع الإرادي. بإرادتهم ورغم أنف المحتل، دخل الأردنيون المعتقلون بالسجون الإسرائيلية معركة الأمعاء الخاوية للفت أنظار المجتمع الأردني والعالمي إلى قضيتهم العادلة. لأكثر من 50 يوما وعداد الأيام بازدياد، يواصل أسرانا امتناعهم عن تناول ما قدره الله للإنسان من لذة في العيش ورغده، بغية الوصول إلى حلمهم بالحرية وكسر قيد الذل والظلم المرفوض من قبلهم. هم ليسوا وحدهم، هذا ما يرغب أهالي الأسرى في إيصاله لكل من لهم علاقة بقضية أبنائهم. وقفات احتجاجية واعتصامات فاقت 70 وقفة، تعددت أماكنها واختلفت أشكال التعبير فيها وحتى أعداد المشاركين فيها وآلية عملها. فالأهالي كما الأسرى ينوعون في أشكال احتجاجهم، وقفة تحت شمس حارقة حينا، ولقاء في مكتب مغطى حينا آخر، اعتصام أمام الديوان الملكي، ولقاء مع وزير الخارجية والسفير الأردني بتل أبيب، وقوفا أمام السفارة الأمريكية، وأخرى أمام المفوضية الأوروبية. جهود جبارة ما استكانت ولا هدأت من الأهالي لنصرة أبنائهم، وتلويح بطرق تصعيد أخرى في القادم من الأيام، وتلويح بإضراب مفتوح عن الطعام من العاصمة عمان ليصل إلى أبنائهم في السجون والمعتقلات في رسالة مفادها أنتم لستم وحدكم حتى في جوعكم. لعل حناجر الأهالي طالبت باستراحة قصيرة، استراحة المحارب، فجاء بدلا منها أصوات أبواق المركبات في مسيرة حاشدة جابت شوارع عمان لتؤكد علو صوت الاحتجاج الشعبي ليتجاوز الحناجر البشرية بوسيلة جديدة تثبت عدالة المطلب وعلو شأنه وتعدد أساليب إيصاله إلى من يهمه الأمر.